جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألكم شيخ صالح عن حكم تشقير شعر الحواجب، وفي هذه الطريقة لا يتم فيها إزالة أي جزء من شعر الحواجب، ولكن يعطيه لونا فاتحا. الواجب أن يترك شعر الحواجب على خلقته ما دام أنه ليس فيه شيب وليس فيه تشويه، فيترك على خلقته وهي أجمل من تغييره إلى لون آخر. إنما هذه تقاليد فاسدة وقعت فيها بعض النساء، فالذي ينبغي أن المرأة تترك هيئتها وخلقتها في شعرها وغير على ما كان، إلا ما أمر الشارع بأخذها وتغييره كالأظفار وشعر الأبطين والعانة، وكذلك شعر بقية البدن إذا أرادت أن تأخذه من سيقانها وذراعيها فلا بأس بذلك. أما شعر الوجه خصوصا شعر الحاجبين فلا يجوز العبث به. نعم.